للمزيد ينضم إلينا من القدس مراسلنا فراس لطفي. فراس، كيف تبدو هذه الأخبار حتى هذه اللحظة في ظل رغبة من الجانب العسكري الإسرائيلي لإنهاء هذه الحرب إلى درجة وصلت بالقيادة العسكرية إلى الرضا نوعا ما عن وجود حماس أو استمرار حماس في إدارة قطاع غزة؟ يعني حقيقة ما يقال في إسرائيل بأن هذه الحكومة التي تثار في داخلها مجموعة كبيرة من الخلافات والسجال، خاصة بعد إطلاق سراح الدكتور أبو سلمية مدير مستشفى الشفاء الطبي، اليوم تتأهب وتستعد مع الجيش للإعلان عن المرحلة جيم، وهي المرحلة التي يخفض فيها الجيش الإسرائيلي من تواجده وعملياته ويبدأ بعمليات ما يسمى هنا أو يعرف بجز العشب، أي الدخول للقيام بعمليات خاطفة والخروج والعودة إلى مقرات ومواقع الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة كالشريط العازل ومحور نتسريم. ولكن كيف يقولون هنا سيقنع بنيامين نتنياهو الجمهور بتحقيق أهداف الحرب وهو الذي لم يحقق أي شيء منها، لم يعد الرهائن أو المختطفين، لم يقضي تماما على قوة حركة حماس، وماذا عن محور فيلادلفي، وماذا عن الأنفاق التي يقول الجيش الإسرائيلي بأنه لم يكتشف حتى الآن إلا نصفها تقريبا، مع عدم وجود يقين من أن هذه الأنفاق التي كشفها هي كل شيء وهي 20 نفقا كما قال الجيش الإسرائيلي. وبالمناسبة هذه الأنفاق يعتبرها الجيش الإسرائيلي أنبوب الأكسجين لحركة حماس التي تقاتل حتى الآن في قطاع غزة، وبالتالي الجدل صاخب وكبير. عدم وجود أي يقين من أن هذه المرحلة قد يعني تأتي أكلها فيما يهدف إليه ويطمح إليه بنيامين نتنياهو، ولكن الكل يتحدث هنا حقيقة عيسى من أن هذه المرحلة قد تأتي بنتائج إيجابية سياسية فيما يتعلق بعودة الرهائن، وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفتح الطريق أمام صفقة للتبادل على قاعدة رؤية ويعني نقاط الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقد تنزع فتيل التصعيد والحرب الشاملة على جبهة الشمال مع حزب الله، وأيضا تخفض من التصعيد في الضفة الغربية. بكل الأحوال يعني إذا ما نظرنا إلى تفاصيل المشهد في إسرائيل نرى بأن هناك تخبط، هناك سجال، هناك اختلاف وخلاف كبير. رئيس زعيم المعارضة ورئيس المعارضة يائير لابيد يتحدث من أن هذه الحكومة حكومة مجنونة ويجب نزع سمها من الشارع الإسرائيلي بالعودة إلى صناديق الاقتراع، ويحرض الشارع للذهاب أكثر نحو تصعيد خطواته الاحتجاجية في الشارع. بن غفير يشن هجوما على رئيس الشباك رونان بار وعلى المستشارة القضائية للحكومة على خلفية إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء الطبي، ويتهمهم بأنهم دولة داخل دولة. وبالتالي هذا الانقسام وهذه الفرقة يعني قد تؤدي بالنتيجة إلى اختلاف في وجهات النظر، وهذا قد يشوش اتخاذ القرار بالذهاب نحو المرحلة جيم من الحرب كما ذكرنا، والتي يعني يريد الجيش الإسرائيلي أن يعلنها بعد 4 أسابيع حتى انتهاء قتاله وعملياته في منطقة رفح. من القدس مراسلنا فراس لطفي، شكرا جزيلا لك.